عايزين يوم كده بقى نعمل يعني من اوله هنبتدي ننظم، وخصوصا ان احنا بنصحى مش عايزين نفطر، وده اكيد حال كل الناس اللي بيسمعوني. خدنا كحك، خدنا بسكوت، ومش عايزين ناكل. هو قصة ان احنا ما نفطرش دي غلط، لانه احنا المفروض خلاص مش صايمين، فاحنا لازم هناكل علشان نشغل المعدة ونبدأ نحرق. بس المهم هناكل ايه؟ ونشغل مكنة الحرق. نشغل مكنة الحرق اللي هي بالمناسبة العضلات. احنا المكن الحرق اللي في جسمنا ايه اللي بيحرق؟ احنا بنحرق من خلال ايه؟ العضلات. مش قلة اكل بس، ان انا اتحرك واحرك مكنة عضلات. الحرق في الجسم هي العضلات. ولو خسينا بدون حركة هنخس عضلات. يبقى هنقلل الميزان معدل، لكن الجسم فيه دهون. وهنقلل معدل الحرق. وده يعني مشكلة، ده احنا كده بنفقد كتلة عضلية مهمة خصوصا في سن معين. هي دي التركة اللي الكل بيقع فيها. انا بقفل خالص، ما باكلش، بس انا قاعد مكاني. طب النتيجة انا هخس عضلات قبل ما اخس دهون. هتكون النتيجة ان مع الزيادة اللي جاية مش هعرف اخس بقى خلاص، ما انا مكنة الحرق اللي عندي عمالة بتتضاءل، وبخس بس شكل الجسم ما بيبقاش وما بيتظبطش بالظبط. كأي ست مصرية او ايا كان جنسيتها، احنا دايما بنحب الحلول اللي هي ايه، مفاجأة وسهلة وسريعة وجديدة وتجيب نتيجة بسرعة، وبعدين هنبقى نظبط نفسنا وهنمشي على نظام مدى الحياة الحلو ده الصحي التمام. ما تقول لنا كده يا دكتور، اللي عاوز بس ايه يحس ان هو لحق نفسه ويبدا يتشجع وياخد حماسه ان هو يكمل في نظام غذائي سليم، بان هو يلاقي نتيجه سريعه في وقت قليل في البدايه، قول لنا ممكن يعمل المعادله دي ازاي؟ مفيش اسرع من الحركه، الرياضه دي اسرع حاجه هتوصلني لنتيجه سليمه. ما اصل انا عايزه نتيجه سليمه، انا مش عايزه انا كسلانه وما بتحركش. اصل انا هقول لك، هتقولي لي همنع الدهون وكارب وهمشي بس بروتين ولا ايا كان النظام، سواء كان الكيتو ولا اسبوعين بس، عايزين اسبوعين كده ايه، عارفه حاجه نحس ان احنا عملنا حاجه. ما اقدرش اقول لك ده صح، ما انا في الاسبوعين دول هضر جسمي. انا قطعا هيحصل ضرر، لانه عايزه اقول لك الدهون دي مش بس يعني ده جزء اصيل من تكوين الجسم. المناعه بتعتمد على الدهون، الهرمونات بتعتمد على الدهون، صحة الأعضاء الداخلية واحتفاظها بمكانها داخل الجسم لازم تكون في كتلة دهنية محترمة. صحيح. جسمي ما ينفع يعني التجديد الخلايا اليومي بيعتمد على وجود دهون في الأكل. ده طبيعي. طيب. ما ينفعش أمنع دهون. هخش في حالة من سوء التغذية، ده لازم. بس أنا السؤال هنا، هاكل دهون شكلها إيه؟ ايه هي الدهون اللي ممكن اكلها تفيدني قبل ما تضرني؟ وما تاكلش وانت شبعان. بالظبط. ما احنا يعني ونتوقف مجرد الاحساس عن الشبع. الكميات يا جماعه، الكميات. انا عايزه افطر بايه؟ انا عايزه افطر، بس هفطر ايه؟ انا عايزه افطر بيضه. طب والله وحشه البيضه. انا حاولت بيضتين مقلبين كده مع حاولت استدرج الدكتور انها تقول لنا اي توليفه صحيه ولا اي حاجه كده نمشي حالنا بيها اسبوعين. بس انا نفسي اقول والله، بس لسه معاكي وهنكمل اسئلتنا مع حضرتك.